بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بقى ايه، هنبدأ نتخانق مع المقاطع. خلاص طبعا دلوقتي انت هتعمل حاجة، يعني انك هتظبط الصوت مع الصورة ولكن بدون تزامن. يا سلام بقى لو كانت الكاميرا اللي بتصور بتلقط صوت من بعيد وكنت تعمل تزامن بسهولة، لكن للأسف مفيش دلوقتي. خلاص فاحنا دلوقتي هنعمل ايه، هنعدي على مقطع مقطع ونظبطه على قد ما نقدر. تمام. طيب طبعا احنا زي ما قلنا هناخد اخر حتة ايه معروف، يعني هاجي هنا شغل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، من أكاديمية حسونة معاكم اخوكم احمد محمود. بس هي الحتة دي، يبقى انا هقطع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد محمود، وهقطع كده خلاص، ولا عايز ده، وهتقف هنا تعمل شيفت ديليت، هيجيبك الاول بس كده. طبعا هنا بقى انت عايز ايه من المشهد، هيبدأ يتكلم منين؟ هو هنا اسلام قال اكشن صح كده، اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا صعب، يعني تعال نجرب مش هنخسر حاجة. وهنا طيب تعال نجرب مش هنخسر حاجة، يعني لو جينا هنا مثلا وقطعنا، هقطع من اول هنا مثلا، هقطع من اول هنا كده ماشي. طيب يعني هجرب. هتعمل تزامن يا بريمير ولا الموضوع صعب عليك؟ وريني يا عم البريمير. كليك يمين، وادي ايه، سينكرونايز بالاوديو طبعا. اهو قال لك مش لاقي، مش عارف يعمل. بص بيقول لك بيكوز ماتش ايه كولد نوت بي فاوند، مش لاقي حاجه اعمل مطابقه بيها. حتى لو انا عليت له الديسيبل على الاخر في المقطع اللي هو الفيديو، ما اظنش برضه هيجيبها. مش اخر حاجة 15 صح؟ حتى هو لو جبنا ده كده، لان في دوشة يا جماعة، في دوشة. بص دوشة جامدة جدا. خلاص اهو، حتى لو عملت كده وكليك يمين وقلت له سينكرونايز برضو مش هيلقطها بالاوديو. هو بالاوديو اه، مفيش. ستارت كليب ولا اند كليب دي بعملها انا بمزاجي. خلاص يبقى انت كده هتظبط بايدك مانيوال. تمام. ف نجيبها ازاي بقى؟ تعالى طبعا تعب اكتر يعني، وتحدي اكتر. معاكم اخوكم صح؟ طب وانا معاكم اخوكم اعرفها منين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، من اكاديمية حسونة، معاكم اخوكم في الاخر هنا يعني. طيب شوف، معاكم اخوكم احمد. لا هدى كده. حسونة، معاكم اخوكم احمد محمود. مش عارف بس ايه، هو الموضوع صعب جدا يعني، مش جدا قوي يعني، نص نص. اخوكم احمد محمود، معاكم اخوكم احمد محمود. وكده اتظبط ولا لا؟ المشكله انت عارف ايه المشكله؟ المشكله ان الصوره بعيده، فاهمني يعني. انا بص هو هنا هتلاقيه بعيد في المشهد. اكاديميه حسونه، معاكم اخوكم احمد محمود، يعني متهيالي ايه شويه. ها اكاديميه حسونه، معاكم اخوكم احمد محمود. المشكله حتى الذبذبات اللي فوق مش باينه، يعني الذبذبات اللي فوق حتى مش باينه. تمام. فاحنا لو جينا هنا ونشوف كده هتمشي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، من اكاديميه حسونه، معاكم اخوكم احمد محمود. مقبوله صح، ماشي خلاص. لو انا دلوقتي وقفت هنا وعملت اللينك وشلت الاوديو ده خالص، تمام، خليه زي ما هو بقى، خلي الاوديو ده زي ما هو. الجزئيه دي، الحته دي كده،
تمام. من اول هنا انا هقطع ماشي، مش عايز دي. تعال لي هنا بقى ماشي، ايوه هنا، واقطع ماشي. خلاص كده اعمل لهم لينك بقى على طول، اللي تظبطه اعمل له لينك على طول، لانك المفروض تعبت فيه ماشي، تعبت فيه جدا. اوكي خلينا بقى ايه، نروح على اول المقطع كده ونجرب. ده المشهد الاول اهو شغل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، من اكاديميه حسونه معاكم اخوكم احمد محمود. تمام مقبوله تمام. طيب كده بفضل الله تمام. ده كده ايه السيكونس الاول تمام. نيجي على السيكونس الثاني. انا طبعا ايه، انا سجلت واحدة اخيرة هنا في المشهد ده، وفي واحدة اتسجلت بعدها. يا لا الاخيرة مش هناخدها، احنا هناخد اللي قبل الاخيرة. فقلل الزوم عشان نشوف. تقريبا دي الاخيرة صح، دي الاخيرة. حلوة دي خلاص. هو كان بيقنعني اسلام ان الاولانية حلوة، فعلا الاولانية حلوة فعلا، ده حقيقي. ليه هتعلم؟ يبقى اللي قبلها يعني لما دريت وش كده عادي؟ ها لا يبقى اللي قبلها. ما كل ده كلام بقى كده صح ولا ايه؟ خدت بالك؟ انا رحت كده. لا دي كانت مناقشة، يبقى هي أول واحدة هي دي. اتعلم يبقى هو من أول أكشن، يبقى هنا أول واحدة. بالنسبة للصوت ده أول واحدة، لأن احنا ما خدناش الأخيرة، خدنا الاولانيين. طبعا بتبقى فاكر الحاجات دي كويس جدا وبتركز، وما بتركب الصوت مع الصوره بتعرف، والمصدر معاك عايز ترجعه في اي وقت هترجعه. فخلينا هنا يلا ماشي. من اول ايه هنا نقطع كده. اوكي وقف هنا واقطع وديليت لي ده، اخرها هنا الماء. حلو قوي ماشي. اقطع من اول هنا بدا، احنا ايه مش عايزينه. خلاص حلو قوي. هات بقى الكلام ده عشان نمشيه مع الايه الصوره. هتظبط لوحده ولا ايه؟ اتعلم. لا مش متظبط قوي، محتاج نشوف كده. خليك في الاول بقى، هو يبدأ يتكلم منين؟ بس كبر دي كده. هيبدأ يتكلم من هنا صح؟ طب ما انت يا اخي كنت هاتهم كده عشان تعرف تشتغل. نبدأ كده من هنا، من أول هنا ماشي. هات بقى دي كده هنا تاني، سنة سنة كده، زوم عشان أعرف أشتغل كده. ها سنة كده، زوم تاني. متهيألي كده والله أعلم، إن شاء الله اتظبطت. مش عارف وريني. اتعلم. ليه اتعلم؟ لان العلم اغلى حاجة في حياتنا. ربنا قال وقل رب زدني علما. تمام مقبولة. طبعا صدى الصوت ده عشان الصوتين شغالين مع بعض. انا دلوقتي هعمل ايه، قلل بقى الزوم كده ماشي. انا هاجي هنا اوكي، هاجي هنا هقطع، وهاجي هنا هقطع، وهشيل الزيادات من هنا ومن هنا اوكي. وهقف هنا هعمل اللينك، وهديليت لي ده، وهعلم على الاثنين دول واعمل ايه لينك بس كده ماشي. اوكي خليه في الاول، ادي شيفت مع اي. تعال اشوفها تاني اهو. اتعلم. ليه اتعلم؟ لان العلم اغلى حاجه في حياتنا. ربنا قال وقل رب زدني علما. حلو قوي.
كده تمام. السيكونس ايه التاني؟ طيب ندخل بقى على السيكونس التالت. تمام، هنا دي كانت انهي واحده؟ دي بقى دي تقريبا الاخيره صح. ترفعه للناس وتعمل ابلكيشن وتشغله على السمارت فون، تحس انك فعلا قدمت خدمه للبشريه. ايوه هي دي فعلا. ماشي، هو بدا من اول هنا. من اول اكشن. ماشي، يبقى انا هاجي هنا وايه، هقطع الكلام ده وهاجي اشيل الزيادات دي وخلي الصوت ده مع ايه، مع الصوت ده. هنا هات لي الاتنين كده عشان نعرف نشتغل. وهات بقى هنا ايه، شوف هيبدأ يتكلم منين. طيب زوم، هات لي ده كده. اوكي هو يبدأ يتكلم من هنا تقريبا يعني صح. هات لي ده كده، زوم بقى عشان اعرف اشتغل. هيبدأ يتكلم منين؟ من هنا. هات ده كده كده. ماشي، مش عارف، وريني كده. دي هبان بقى. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، لا مش متظبطة. هتصغر، مش هنا، هنا في التايم لاين. صغر الزوم وريني كده من اول فين. ايش، زحها شوية كده. ها كده كويس ولا ايه؟ وريني. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اصبحوا من مش مقبولة. هات الصوت ده كده على جنب، تعالى هنا زوم وريني بقى ايه هيتكلم منين. وريني، شغل كده. هدي كده ممكن كده. ها وريني. الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اصبحوا من اهم الاشياء الموجوده في حياتنا في الوقت الحالي. حلو قوي كده، تعبنا المشهد ده شويه صح. ماشي، قلل الزوم وقفل هنا، اقطع الزيادات، زوم، احذف الزيادات. اوكي، قلل الزوم، روح على الحتة الزايدة من هنا، اقطع، احذف الزيادة الصوتية دي. وريني بقى الحتة البايظة اللي هقولك عليها. طبعا البرنامج هيطلع لك ايرور، هيقول لك ايرور في الريندر. شغل كده وتعمل ابلكيشن وتشغله على السمارت فون، تحس انك فعلا قدمت خدمة للبشرية. الصوت تمام، لكن الصورة في الحتة دي بايظة. طبعا مش عارف بقى، هتكبر بقى المؤثر الانتقالي جامد بحيث يدخل المشهدين في بعض، ولا مثلا اقطعها، مش عارف يعني. خليها دلوقتي كده لغايه لما تيجي وقتها، لغايه ما نشوف هنعمل ايه. هي كده كده في سيكونس ايه، في سيكونس لوحدها. طيب خلينا نقف على ده ونعمل له ال لينك، ونحذف الصوت ده ونعلم على الاثنين دول ونعمل لهم لينك. اوكي كده ايه، ده المشهد الثالث. المشهد الثالث اهو شغال كذا، واعمل لي كذا واعمل لي كذا، ولما يجي الكمبيوتر تمام قوي بفضل الله كده. هروح على المشهد الرابع. خد بالك انت بتعمل تناسق ما بين الصوت والصوره بدون تزامن. انت عارف لو التزامن، ادي شفت التزامن كان سهل ازاي. احنا اشتغلنا بفضل الله يعني باغلب الطرق. هات لي ده بقى كده وهات لي ده كده، وتعالى ايه نشوف مع بعض. هو الاول هنا دي انهي واحده؟ اكاديميه حسونة دي اللي دي اسلام قال لي تقريبا عيد تاني. قول 3 2 1. حلو، اقول 3 2 1 عشان ينبهني يعني. الكواليس دي احلى حاجه فيها، يعني بتخليك فاني. طيب من اول هنا متهيألي.
اكاديميه حسونه. تمام، حلو قوي. يبقى هاجي هنا ماشي، واقطع كده هنا وديليت لي دي، واجيب ده بقى كده. او قبل ما اجيبه تعالى هنا، هو هيبدا يتكلم منين؟ هنا. ايوه هو من اول هنا بدا يتكلم. اصل مشكله وشي بقى هنا مش باين، دي بقى تبقى صعبه شويه. ها يعني ممكن وريني بقى، هدي كده وزوم. وانت كل ما بتزوم كل ما ايه تحكم اكتر. ماشي، خليها كده وتعال نجرب. بص انا مش عارف، تعال نجرب عشان مش شايف وشي اصلا. اكاديمية حسونة هتوفر. طب معلش من الاول. اه ده الصوت ال اه ثواني، يعني اتلخبطت فيها بقى، الفيديو هنا كان مش متظبط. ماشي اوكي، يبقى ده الكلام ده هنا بقى، ده لسه هنا. يلا 3 2 1 اكشن. بعد اكشن اكشن صح كده. ماشي اقطع بقى، ده مش عايزينه ده. زوم كده تقلي كده ماشي، والله اعلم. وريني بقى كده. اكاديمية حسونة هتوفر. لا مش متظبطة. هو هنا بيقول اكاديمية حسونة فين؟ في الصوت. اكاديمية من اول هنا، من هنا، اكاديمية من هنا، من هنا، من الحتة اللي انا باخد بالي من المؤشر الصوتي. هاجي هنا بقى ماشي، من اول هنا ماشي. هات لي بقى دي كده، هات لي دي كده 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 اهي كده ماشي. متهيأ لي كده ممكن. تعال نشوف. شغل اكاديمية حسونة هتوفر لك التعليم المجاني حتى وانت قاعد في البيت بفضل الله. هي حلوة بس يعني محتاجة سنة كمان. يعني ايه لو احنا زومنا خالص كده على الاخر، الزوم كده على الاخر، لو جبت دي سنة كده تظبط. لا هتتعلم. ها ولا الناحية التانية؟ كل كبيرة وصغيرة. لا الناحية التانية. وأسرار في التكنولوجيا وهتحترف. تظبط ولا ايه؟ بفضل الله. وهتتعلم ازاي تعمل منتج وتبيعه في السوق. اوكي انا عارف انها بتتعبني من الاول دي. سوق ويتناسب مع السوق وتربح منه. يعني هي سنة فرق بسيط جدا، فرق بسيط جدا. خلاص خلينا ايه نزوم كده. مشكلة مش واخد بالي ايه مسابق ايه. ازومت، امسك كده وايه هاتها كده السنة. اصبح منه باذن يعني تقريبا متهيألي كده ظبطت شوية والله اعلم. هات وريني كده. شغل كده حتى وانت قاعد في البيت بفضل الله هتتعلم كل كبيرة وصغيرة واسرار في التكنولوجيا. يعني ممكن كده تبقى مقبولة شوية تهيألي. يعني
لو انت بقى ايه جبتها سنة تاني كده هتتعلم كل كبيرة وصغيرة، يعني متهيألي كده مقبولة صح ولا ايه؟ وأسرار لأ في التكنولوجيا، وهتعترف بفضل الله. كتير 15 فريم، 14. هي هنا بقى الزوم بيفرق. لله وهتتعلم ازاي. طيب يعني عشان ده كده ايه تاخد وقت كتير. أكاديمية حسونة هتوفر لك التعليم المجاني حتى وانت قاعد في البيت. زوم كده. هات لي دي كده سنة وجرب. أكاديمية حسونة هتوفر لك التعليم المجاني حتى وانت قاعد في البيت. متهيألي كده كويس. وقف كده واعمل اللينك، وقف على ده واحذفه. ماشي. تجربة أخيرة، تجربة أخيرة. شغل. أكاديمية حسونة هتوفر لك التعليم المجاني حتى وانت قاعد في البيت. بفضل الله هتتعلم كل كبيرة وصغيرة وأسرار في التكنولوجيا. كده بفضل الله تمام. اوكي اقطع بقى، تعبني المقطع ده جامد صح. اقطع بقى من هنا وشيل الزيادة من هنا، وتعالى هنا، تعالى هنا كده، اقطع من هنا كده وشيل الزيادة دي كده، وادي الاتنين وايه ايه لينك على طول. ماشي. خلينا بقى نحذف دول ونطلع ده كده، وخلينا نيجي في الاول ونشوفها لاخر ايه، لاخر مرة خالص بعد ايه، بعد التظبيط. اكاديمية حسونة هتوفر لك التعليم المجاني حتى وانت قاعد في البيت. بفضل الله هتتعلم كل كبيرة وصغيرة واسرار في التكنولوجيا، وهتحترف بفضل الله، وهتتعلم ازاي تعمل منتج وتبيعه في السوق ويتناسب مع السوق وتربح منه باذن الله وبفضل الله. تمام قوي كده. المشهد ده تعبنا جامد. المشهد 4 ده. مشهد 5 ده المفروض صغير. الصوت اول واحدة. طب يعني هاجي هنا هعمل ايه؟ هتيجي كده كام وهقف هنا؟ هقف هنا. طب هقول الاشتراك واللايك والشير فين؟ هنا؟ يا عم ما تقولهم في مكان وخلصت، ده انت متعب قوي صح؟ الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله. تقريبا هي دي. وان. ماشي. اقطع كده عشان نجرب، احنا كده كده هنجرب اهو. سيب حتة، سيب حتة. يلا اقطع اقطع، خليك بقى هنا في التايم لاين. شيل ده، هات لنا ده هنا، وريني. هات ده كده، زوم كده. هنا هيقول ايه؟ وريني. 1 اتكلم من اول هنا تقريبا. هات لي ده بقى كده. تمام. زوم كده وايه يعني تالي كده متظبطه. ما تخلينا نجرب كده. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده. يا سلام لو كل المشاهد تبقى كده. ماشي. اقطع بقى هنا، خليك في التايم لاين. اقطع هنا وشيل الزياده دي. ماشي. وشيل كمان الزياده دي، ادي اللي هي في الاول يعني راح فين اهو. هات لي ده كده، اقطع كده وشيل الزياده دي. حلو كده. وقف هنا
واعمل ايه ال لينك ديليت لي ده، علم على الاتنين دول واعمل لهم لينك، طلع لي ده هنا بس كده تمام. خلينا بقى ايه نشوفه للمرة الاخيرة. اوكي ده المشهد الخامس، خلاص قربنا نخلص يا جماعة. يلا الاشتراك واللايك والشير انت ما قطعتش وان دي ليه يا عمي؟ يلا ها تمام كده ماشي. يلا ماشي وريني بقى. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس. حلو أوي. المشهد الأخير وأخيرا هنا بقى تقريبا دي الأخيرة صح؟ إن شاء الله ده تمام. اقطع من هنا لو في حاجة هنرجعها تاني مش قصة ماشي. هيقولها من أول هنا فين؟ 3 2 أكشن ماشي. هات لي دي كده زوم هات كده زوم تاني ها تاني ورينا بقى كده ها. ان شاء الله دايما هنكون متواصلين مع بعض. مش متظبطة ليه؟ تاني اهو ماشي وريني كده. ان شاء الله دايما هنكون متواصلين مع بعض وهنتعلم مع بعض كل جديد في اكاديمية حسونة. يلا بينا. ماشي كويس مقبولة مقبولة ماشي. طيب يلا بينا دي لغاية فين؟ تاني امشي امشي ها تاني ماشي لغاية هنا. اقطع كل ده وشيل الزيادات دي. تعال الناحية التانية من هنا شيل الزيادات دي شيل كده خلي في الأول. اوكي قلل الزوم ده كده. ايه المشهد الأخير؟ اقف هنا اعمل اللينك ديليت للأوديو، علم على الاتنين واعمل لينك، خلي ده كده بس كده بفضل الله. المشهد الاول اتظبط، المشهد التاني اتظبط، المشهد التالت اتظبط، المشهد الرابع اتظبط، المشهد الخامس اتظبط، المشهد السادس اتظبط صوت مع الصورة. وان شاء الله المرة القادمة هنعمل ضبط للاهتزاز.